أهلا بكم إلى هذه النشرة، نستهلها بأبرز العناوين. لبنان ينتظر العاصفة والدولة تعلن جهوزيتها. شيب عن إغلاق مطمر النعمة، كلمة جملات أقوى من كل القرارات. رهينة داعش جون كنتلي يظهر في الموصل. لبنان يرزح تحت منخفض جوي كلل جباله بالثلج، وهو على موعد جديد مع الضيف الأبيض الثلاثاء المقبل الذي يلامس 800 مترا في ساعات الليل. كيف هي الأحوال الجوية وكيف هي حال الطرقات؟ التفاصيل في رسالة مباشرة من ظهر البيدر مع الزميل يزبك وهبي. إذا يزبك، يعني المشهد من خلفك يعني يصف نفسه، تفضل. شكرا نيكول. يعني بالفعل نحن نقف عند نقطة ظهر البيدر هنا على ارتفاع 1550 مترا. تمتزج حاليا الثلوج بالأمطار، ولكن كانت هناك ثلوج طوال الليل بنسبة 7 سنتيمترات. الطريق مفتوحة لجميع السيارات في هذه الأثناء، وكذلك طريق ترشيش، إذ إن شدة هذا المنخفض لن تظهر قبل ظهر يوم الثلاثاء. قمنا بجولة نحن على مراكز جرف الثلوج، أكان في فارية أو هنا في ظهر البيدر. هناك جهوزية لمعظم آليات وزارة الأشغال والنقل، وكذلك الأمر بالنسبة للدفاع المدني، حيث أفادتنا مديرية الدفاع المدني أن هناك أيضا جهوزية في مختلف المراكز الجبلية وحتى الساحلية في انتظار هذا المنخفض الجوي الذي ستشتد فعاليته اعتبارا من ظهر الثلاثاء لتتحول إلى عاصفة ثلجية. هنا يعني المسؤولون في وزارة الأشغال، أكان هنا وكان في فرية، تمنوا وكذلك في الدفاع المدني تمنوا على المواطنين عدم سلوك الطرقات الجبلية اعتبارا من ظهر الثلاثاء، خصوصا للذين ليس لديهم عمل أو لا يودون الذهاب إلى منازلهم أو إلى أعمالهم. تمنوا على الجميع حرصا عليهم، إذ أن هناك يعني عاصفة قوية نسبيا ستتساقط خلالها الثلوج اعتبارا من 1000 متر بعد ظهر الثلاثاء، لتصل فجر الخميس إلى نحو 600 متر تقريبا. إذا هذه باختصار الصورة. الطريق كما تشاهدون سالكة، لم تكن هناك كثافة ثلوج، حاليا هناك ثلوج ممزوجة بالأمطار كما أشرنا، والحرارة حاليا درجتان فقط فوق الصفر. هذه هي الصورة لدينا نيكول. شكرا لك يا أزبك على هذه الرسالة المباشرة من ظهر البيدر. من جهتها، أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أن التحضيرات أصبحت جاهزة لمواجهة العاصفة. كل الإدارة المعنية والمديريات الإقليمية تقريبا على جهوزية كاملة وفقا للإمكانيات المتوفرة مع المديريات، بالإضافة إلى أنه تستأجر آليات من مواطنين أو من شركات إذا ما احتاجت لمثل هذه الآليات. هذا من جهة، إن شاء الله أنه ما نتواجه بأي مشكلة. طبعا يمكن في بعض الطرقات الجبلية تقفل إلى بعض الوقت، ولكن يعني بس تسمح الظروف فورا. هلا بدنا قلنا التعاون من المواطنين، يعني ما يعملوا مثلا تكون العاصفه قويه ويطلعوا كلهم بلشوا بدهم يطلعوا او يعني يسيروا بطرقات عم بيكون في تنبيه وتحذير انه هذه الطرقات سلوكها صعب وغير يعني غير سهل. ومن الثلج إلى النفايات تحت شعار إقفال مطمر النعمة، مطلب شعبي ووطني جامع. عقد اجتماع موسع للحزب التقدمي الاشتراكي وللأحزاب في منطقة غرب قضاء علي إلى جانب البلديات والجمعيات البيئية وهيئات المجتمع المدني لمتابعة موضوع إقفال مطمر النعمة، وأجمع اللقاء على إقفال المطمر في الموعد المحدد في 17 كانون الثاني الجاري، رافضين أي تمديد تقني ومحملين مسؤولية ما وصل إليه هذا الملف إلى الحكومات المتعاقبة. الكل يريد حلا، ولا أحدا يوافق على حل. شركات خاصة فيش تعمل استملاكات، الحل مني شايفه جاي على الطريق حتى بجلسة 8-1 إلا إذا حصلت معجزة ما بعرف شو هي. والأخطر إنما عجزت عنه الدولة يرحل إلى القطاع الخاص. 17-1 موعد الإقفال، وسيقفل ب 17-1. في قرار وزارة البيئة، في قرار مجلس الوزراء بالبحث عن بديل، وبرجع بأكد مع احترامي لكل القرارات الوزارية والقوانين، برأيي أنا ويمكن برأي كتار بهذه المنطقة الكلمة ولي جملات أقوى من كل القرارات. من جهته، أكد الوزير سجعان قزي إلى أن الكتائب لن يقبل بمشروع لمعالجة النفايات لا يكون لمصلحة نزاهة بلبنان، وإنه بانتظار رد الحكومة على الملاحظات التي رفعها الحزب حول الخطة المطروحة والبدائل.
عم بيحاول البعض يهول علينا أنه إذا ما وفقتوا على مشروع في شبهات ومشبوه رح زبالي والنفايات تغطي البلد. ما حدا يحطنا قدام الأمر الواقع. لن نقبل بمشروع لمعالجة النفايات لا يكون لمصلحة النزاهة في البلاد. كلنا بنعرف أنه من التسعينات إلى اليوم موضوع النفايات كانت بقرة حلوب لكثير من القوى السياسية. في يوم العائلة المقدسة أمل البطريرك الماروني في أن يعم السلام في لبنان وسوريا والعراق والأراضي المقدسة، بل في كل بلدان الشرق الأوسط، وفي أن تنعم جميع العائلات اللبنانية بالطمأنينة. الراعي الذي تطرق في عظة الأحد إلى ما أسماها حملة الافتراء التي تطاله، رفع أيضا الصلاة من أجل العائلة الوطنية اللبنانية كي تحافظ على وحدتها. ومن أجل أن يرسل الله لها رئيسا للجمهورية يضمن الوحدة الوطنية ويعزز العيش معا مسيحيين ومسلمين بالمساواة والتعاون، ويعيد للدستور هيبته، وللميثاق الوطني انتعاشه، وللمؤسسات الدستورية حيويتها، ولأعمالها وصلاحياتها شرعيتها. أود لفت انتباهكم إلى حملة الكذب والتجني والافتراء التي تطالنا يوميا لأهداف خاصة من دون رادع ضمير عبر التقنيات الحديثة. لليوم الثالث تقاطر المعزون إلى معرض رشيد كرامي الدولي، حيث تتقبل عائلة الرئيس عمر كرامي التعازي برحيله. ولليوم الثالث شارك الرئيس نجيب ميقاتي في تقبل العزاء إلى جانب ولدي الراحل. أما أبرز المعزين اليوم فرئيس الحكومة تمام سلام، وزير الداخلية نهاد المشنوق، راعي عبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران فريم كيرياكوس، وفد من المشايخ الدروز، إضافة إلى عدد كبير من النواب الحاليين والسابقين، والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية. هذا وتعرض رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار لوعكة صحية خلال تقديمه التعازي برئيس كرامي، ليؤكد في وقت لاحق أنه بصحة جيدة. في عملية هي الثالثة من نوعها في خلال 24 ساعة، أحبط عناصر الجمارك في مطار رفيق الحرير الدولي عملية إدخال كمية من الحبوب المخدرة إلى لبنان. فبعد ضبط نحو 3 كيلوغرام كوكايين أمس، تم ضبط كمية 3.700 كيلوغرام أخرى من مادة الكوكايين المخدرة مع مسافر من التابعة النيجيرية، كان متوجها إلى أبيجان بطريق ترانزيت، موضبة ضمن 45 أنبوبا تستعمل لتغليف السيجار. وفجر اليوم تم توقيف شخص مصري الجنسية كان قادما من القاهرة ومعه أيقونتان مصنعتان من الخشب المعاكس وعليهما رسوما دينية، تبين أن في داخلهما 2500 حبة حمراء اللون هي مادة ترامادول المخدرة، ويبلغ وزنها حوالي 650 جراما. تتابعون بعد هذا الفاصل الاشتباكات مستمرة في فليطة. تتواصل الاشتباكات بوتيرة خفيفة اليوم في فليطة في القلمون القريبة من الحدود اللبنانية بين عناصر من حزب الله وآخرين من جبهة النصرة التي كانت أعلنت أمس السيطرة على معبر المسروب الذي يربط بين جردي عرسال وفليطة، وفي حين ترددت معلومات عن أن المعبر ليس تحت سيطرة أي من الطرفين بعد هجوم النصرة وأنه تحت مرمى نيران الطرفين. ذكرت مصادر أخرى أن الجيش السوري والحزب لم يخرجا من النقطة وأنهما ما زالا موجودين فيه أو موجودين فيه على رغم ضراوة المعارك وسقوط عدد من الإصابات. بعد إلغاء الائتلاف السوري، قرر حكومة المعارضة حل المجلس العسكري للجيش الحر. من المقرر أن ينتخب رئيسا جديدا بعد تجاوز الخلافات حول الحكومة، وذلك في اليوم الثالث والأخير من اجتماعات الهيئة العامة للثورة في اسطنبول. كما يبحث الأعضاء في المشاركة في المؤتمر التشاوري الذي تدعو إليه روسيا، إضافة إلى اللقاءات مع هيئة التنسيق وباقي الأطراف المعارضة والأحزاب السياسية التي قام بها الائتلاف في الفترة الأخيرة. إلا أن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف محمد خير
الخير بنكو قلل من أهمية التحركات الروسية على اعتبار أنها مبادرة لم تخاطب الائتلاف كمؤسسة، وإنما وجهت دعوات شخصية لبعض أعضاء الائتلاف للمشاركة في مؤتمر تشاوري مع قوى في المعارضة. بعد ظهوره في كوباني رهينة داعش الصحفي البريطاني جون كنتلي في الموصل ويقود سيارة شرطة تابعة للتنظيم. Hello, I'm John Cantley, and today we're on top of the world in Mosul. هو الفيديو السابع للرهينة البريطاني جون كنتلي الذي يبثه تنظيم الدولة الإسلامية، وهذه المرة بعنوان داخل الموصل. في نحو 9 دقائق يتجول الصحفي المحتجز لدى داعش في شوارع مدينة الموصل في محاولة لتقديم مادة دعائية ترويجية لصالح التنظيم ومعاكسة لما يتحدث عنه الإعلام عن صعوبة الوضع في الموصل. جولة كنتلي بدأت في أسواق الموصل حيث يصر على القول إن المدينة طبيعية ومستمرة في حياتها، فيما اعتبره ردا على تقرير صحيفة الجارديان البريطانية الذي تحدث عن غلاء المعيشة في الموصل. فيديو كنتلي لم يكن ردا على الجارديان وحسب، بل ذكر أكثر من مرة قناة العربية التي تحدثت عن الحالة الصعبة التي يعيشها سكان مدينة الموصل. ومن السوق انتقل كنتلي إلى أحد مستشفيات المدينة حيث كان لافتا قيامه بزيارة قسم الأطفال الذين يعانون من أمراض نفسية بسبب أصوات القصف والقذائف بحسب تعبيره. وبعد السخرية من طائرات الائتلاف الدولي ختم كنتلي جولته بالحديث عن شرطة الدولة الإسلامية، حيث يضطر هذه المرة إلى قراءة ما أجبر على قوله قبل أن يقوم بجولة على دراجة تابعة لشرطة الدولة الإسلامية. إذن كنتلي في الموصل بعد كوباني. كنتلي بات اليوم الرهين النجم للدولة الإسلامية. وإلى بغداد وصل رئيس الوزراء الأسترالي توني أبات في زيارة رسمية لبحث التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز دعم وتجهيز القوات الأمنية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وتقتصر مشاركة أستراليا ضمن التحالف ضد داعش على ضربات جوية في العراق، بينما تقوم واشنطن وحلفاء عرب بتوجيه ضربات ضد التنظيم في سوريا. وقامت دول منضوية في التحالف بينها أستراليا بنشر عدد من أفراد قواتها العسكرية للمساهمة في تدريب القوات الأمنية العراقية على استعادة المناطق التي فقدت السيطرة عليها لصالح التنظيم. أعمال التطرف وصلت إلى تونس، حيث عمد متطرفون إسلاميون إلى ذبح شرطي تونسي ليلا والاعتداء عليه بالطعن عند مستوى القلب في ولاية زغوان شمال شرق البلاد. وقالت وزارة الداخلية إن أحد أعوان الأمن الوطني تعرض للحادثة عندما كان عائدا من عمله بالعاصمة على أيدي مجموعة متطرفة تكفيرية حسب الأبحاث والمعاينات الأولية، لافتة إلى أنه جرى القبض على 9 من المشتبه فيهم. في آخر المعطيات عن الوضع الصحي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كشف مجتهد أن الأمير متعب بن عبد العزيز أو بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني وخالد تويجري رئيس الديوان الملكي يفرضان تكتما شديدا إزاء الملك الذي لم يدخل عليه منذ وضع أنبوب المساعد على التنفس إلى الأميران سلمان ومقرن لدقائق معدودة، وأنه تتم استضافة الزوار في خيمة معدة للضيوف. مجتهد الذي غالبا ما يغرد عبر موقعه على تويتر عن شؤون وشجون العائلة الملكة السعودية والذي يعتقد أنه أحد أفرادها، نقل أن الحزب المناهض للأمير متعب بن عبد الله بدأ بالتحرك وأن تويجري يشعر بورطة لأنه بعد وضع الأنبوب لا يستطيع إصدار شيء باسم الملك يضمن فيه وضع متعب. تابعوا معنا بعد قليل. الأمير أندرو متهم بممارسة الجنس مع قاصر. أهلا بكم من جديد. بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. واعتبر نتنياهو أن السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع إسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي كما قال.
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لا يمكن أن تتطور في العزلة، مؤكدا ضرورة عدم اعتبار الاستثمارات الأجنبية تهديدا. ودعا روحاني إلى تعزيز الاقتصاد الإيراني الذي يعاني حاليا من العقوبات الدولية المرتبطة بالملف النووي وتراجع أسعار النفط، موضحا أن تعزيز الاقتصاد يمر بإقامة علاقات واسعة مع العالم الخارجي والاستثمارات الأجنبية خصوصا. نفت مصر منع المحامية البريطانية أمل أعلم الدين كلوني من دخول أراضيها بعدما صرحت لصحيفة الجارديان البريطانية أن السلطات المصرية هددتها بالاعتقال على إثر تصريحات عن ثغرات في النظام القضائي ساهمت في إدانة صحفي قناة الجزيرة 3. وأكدت وزارة الداخلية المصرية عدم وجود أي إجراءات تمنع حضورها في أي وقت تشاء. وكانت كلوني شاركت في إعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في شباط الماضي أثار أسئلة حول استقلالية القضاة والمدعين العامين في مصر. الجليد السبب في تحطم طائرة ماليزية في بحر جاوة، والطقس يحبط الغواصين من جديد في العثور على مزيد من جثث الضحايا. ما بات أكيدا اليوم بعد نحو أسبوع على وقوع الكارثة أن الظروف المناخية كانت العامل المسبب لحادث تحطم الطائرة الماليزية التابعة لشركة إير إيجا. بحسب الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية، فالظاهرة المناخية المرجحة هي الجليد الذي يمكن أن يلحق ضرراً بالمحركات بسبب عمليات تبريد. 162 شخصاً كانوا على متن طائرة الإيرباص A200-320 التي كانت متوجهة إلى إندونيسيا والتي تحطمت في بحر جاوة في 28 كانون الأول، ومذ ذاك وعمليات البحث الواسعة لانتشار جثث الضحايا والعثور على جسم الطائرة مستمرة. 5 أجزاء كبيرة من الطائرة عثر عليها قبال جزيرة بورنيو، لكن الأحوال الجوية السيئة خلال الأسبوع المنصرم أدت إلى إبطاء عمليات البحث التي تشارك فيها عدة دول بينها الولايات المتحدة وروسيا. ومع تحسن انقشاع الغيوم صباح الأحد نزل الغطاسون إلى عمق حوالي 30 مترا في البحر وتمكنوا من انتشال المزيد من الجثث. وستقوم السلطات الإندونيسية بالتحقيق في مخالفات ارتكبتها إير إيجا التي يشتبه بأنها سمحت للطائرة بأن تسلك ممرا جويا بلا ترخيص. ولكن أيا تكن نتيجة التحقيق فإنها لن تعيد إلى ذوي الضحايا أحباء حجزوا تذكرة رحلتهم الأخيرة. ومن كارثة الجو إلى البحر، فقد أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أن بحرين لقيا مصرعهما وما زال 13 آخرون مفقودين في غرق سفينة قرب سواحل فيتنام. أما قبالة اسكتلندا شمال شرقي بريطانيا فقد غرقت سفينة شحن مسجلة في قبرص بسبب الأحوال الجوية السيئة، وعلى متنها أفراد الطاقم الثمانية الذين تستمر عمليات البحث عنهم، في حين أكدت الشركة التي تملك السفينة أنها لم تتلقى أي نداء استغاثة منها. ومن البحر إلى البر، وتحديدا في أستراليا، تواصل فرق الإطفاء العمل لإخماد أسوأ حرائق في الأحراج يشهدها جنوب البلاد، أتت على أكثر من 11 ألف هكتار من المساحات الخضراء وأدت إلى حرق عشرات المنازل. وقالت إدارة المطاف إن الحرائق التي اندلعت يوم الجمعة الماضي في إديلايد ولاية جنوب أستراليا متواصلة في كل الاتجاهات وتشكل تهديدا لحياة كثيرين. قصر باكنغهام يهتز مع ورود اسم الأمير أندرو في فضيحة جنسية. الأمير البريطاني أندرو ديوك أوف يورك متهم بممارسات الجنس مع قاصر، اتهام ورد في وثائق في محكمة من ولاية فلوريدا الأمريكية بعدما ادعت امرأة ضد رجل أعمال أمريكي يدعى جيفري أبستاين بإرغامها على ممارسة الجنس مع الأمير وغيره من الشخصيات عندما كانت في 17 من عمرها. شكوى المرأة جاءت في إطار دعوى قضائية مدنية أقامتها نساء عدة يقولن إنهن كن ضحايا لرجل الأعمال أبستاين الذي سبق وحكم عليه بالسجن 18 شهراً لطلبه من قاصر ممارسة الجنس معه. وكان الأمير انتقد بسبب صداقته مع أبستاين وظهوره معه بمناسبات عدة بعد خروجه من السجن. صحف بريطانية نشرت صورة قالت إنها لهذه الامرأة وهي بصحبة الأمير الذي أرغمت على ممارسة الجنس معه 3 مرات بحسب قولها، وذلك في لندن ونيويورك وجزيرة في الكاريبي يملكها أبستاين في إطار حفلة ماجنة مع العديد من الفتيات القاصرات الأخريات، وذلك في الفترة بين عامي 99 و2002. قصر باكنغهام البريطاني نفى هذا الاتهام ضد الأمير أندرو، وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث بعد الأمير تشارلز. أندرو كان متزوجاً من سارة فيرغسون وله ابنتان، لكنه انفصل عن زوجته في 96.
ختام النشرة، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.